إلى ذلك، كشف الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية أرقاما جديدة حول موسم الحج وأعداد الحجاج، وقال إن عدد حجاج الخارج بلغ 1,521,000، أما حجاج الداخل حتى صباح يوم أمس الثلاثاء بلغ 224,655 تصريحا. وقال الفيصل إن إجراءات جديدة خففت من تكدس الحجاج في المطار، مضيفا إلى أن نظام نقل الحجاج إلى مكة المكرمة نجح في تخفيف الازدحام. وأوضح الأمير أن هناك مشاريع كبيرة جدا نفذت من جميع الجهات، وهناك إيجاد فرص للتطوير بدون اعتمادات.